سيبنا لوحدنا يا زين. رصاص طلع نار يا فايز، البنت ماتت. ما تحسسنيش انها اول مره. وانت ما تحسسنيش ان انا قتال قتله. لا يا شيخ، لا يا شيخ. ماجدة ماتت عشان احنا ما نموتش. وندى بتاعت الدرع ما قتلتهاش، خافت نزلت الترعة، ما بتعرفش تعوم غرقت. وعلي، فاكر علي يا راغب؟ اول واحد مات اللي كنت بتتفرج عليه والكلاب قاعده بتاكل فيه وما رضتش توقف اللعبه. فاكره هيهرب، فاكره هيهرب وهنكمل اللعبه. كنت فاكره هيقدر يهرب وهنكمل؟ ولا كنت عايز تتفرج على الكلاب بتاكله؟ ولا كنت عايزه يموت؟ بقولك يا راغب، الكلام ده تضحك بيه على دنيا، بس لا تقولهولي ولا تقوله لنفسك. احنا في بيزنس والبيزنس فيه خسائر، وقصاد ده انا فاتح لك حنفيه فلوس ما بتخلصش. واللي بيصبوا لنا الفلوس دي لازم يتكيفوا، وهم بيعملوا كل ده عشان ايه؟ الزهق. الزهق يا راغب، مش كلامك ده برضو؟ احنا هنلعب على الزهق. 80% من حالات الانتحار في العالم بسبب الزهق. الاغنياء زهقانين قوي يا فايز، قوي، عندهم استعداد يجربوا اي حاجه جديده، مخدرات جديده، نسوان جديده، رجاله جديده. زهقانين يا حبايبي. احنا بقى هنخليهم يشوفوا حاجه عمرهم ما جربوها قبل كده، هي موجوده من قبل كده بس هم ما يعرفوهاش. تفتكر بيلعبوا اللعبه دي ليه؟ عشان الزهق. تفتكر لو هيلعبوا اللعبة دي دلوقتي هيلعبوها ازاي؟ الأغنياء الزهقانين دلوقتي أكتر بكتير من الزهقانين يا مروان. وأنت طلعت صح، بس برضو زهقوا يا راغب، زهقوا من رصاص التخدير وابتدوا يقولوا لي لأ، وخصوصا إن احنا مش كل يوم بنعرف نجيب لهم حد موافق، ولما يطلبوا لي حد معين برضو ما بنعرفش نجيبه لهم. بعدين أنا ما عملتش كده في أي حد. البت اللي انت جايبها دي ما تسواش اي حاجه. بقول لك يا راغب، روح اتفرج لك على فيلم حلو كده وروق دماغك، وقبل ما تنام راجع حساباتك هتلاقي كل حاجه مترستقه وزي الفل. في ايه؟ مادام الدنيا اتقلبت بالعربيه. ذنب عفاف في رقبتكم يا باشا. هنجيب حقها. أنا أسهل تحموها. عايز أشوفها بعد إذنك يا باشا. مستعدة بطل تمثيل، بس انت تقول لي كفاية لحد كده. مش بالسهولة دي. ليه؟ ما انا توبت زي ما انت ناوي تتوب، ونسيب الحتة باللي فيها ونتجوز. مش بالسهولة دي عفا. يعني انت ما بتحبنيش؟ يا بنت بحبك وما حبيتش غيرك. وانا من ساعة ما عرفتك شعري ما اتفردش على ظهر الراجل غيرك، وانت عارف. من ساعة ما عرفتك ما قبل ما تعرفيني اتفرد على ظهر ناس كتير، وبعدين ما تفكرنيش بالموضوع ده عشان بزعل. طب ما انت عارف من الاول حبيتني ليه؟ لذاك عفاف تتحب، بس انه ما ينفعش تبقى معيان. عندك حق، اللي زيي تتحب، لكن تتحب بس لا يا بدر. انا ما ينفعش ابقى ام عيالك، ولا انت ينفع تبقى حبيبي. عفاف بنتي، عفاف، عفاف.
ازيك يا باشا؟ انا قلت لك تقعد. مؤاخذة يا باشا، انا جاي ضيف مش متهم. ده ايه الثقة دي كلها؟ ماشي السليم بيه قهوة يا باشا. عندك حق. عندك قهوة؟ انت مسجل خطر وملفك منور عندنا في ارشيف الامن الوطني. ممكن يا باشا اعرف سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ عايزينك تشتغل معانا. انت شغال دوبلير في فيلم دنيا الصياد الجديد. مظبوط يا باشا. دي اول خطوة. وانا هشرح لك بالظبط تعمل ايه. بعد ما تخلص ملفك هيتمسح نهائي ولا كانه كان موجود. ملفي وملفك هيتمسح. يعني هنرجع كما ولدتنا امهاتنا. مش مضروب فينا مفك. ساعتها ينفع. يا دي النيلة. ملفاتنا تتمسح انما تاريخي وتاريخك خلاص عارفة. ما تكملش. الملفات بتتمسح بس اللي عارفه الزمن ما بيتمسحش. ربنا يكملك بعقلك. اللعب مع الناس الكبار دول بيخوف قوي. وانت تخافي من ايه؟ بتعملي اللي طول عمرك بتعمليه بس من غير ما حد يلمسك. ماشي يا بت، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انا هسيب منى عند البت جارتي، بس امانة عليك لو حصل لي حاجة تحط البت في عينك. بت ما تخافيش، انا جنبك. ماشي، قول لي بقى نخش عليهم ازاي. خش عليهم ازاي؟ خش عليهم كده الناس. ماشي بقى. مش خايف عليا؟ لا مش خايف عليك، عشان عارف انك بميت راجل. ماشي يا بدر، انا هعمل لك اللي انت عايزه. انت مين؟ بنت عفاف؟ تعالي حبيبتي. ملهاش حد بعد امها. ليه؟ واحنا رحنا فين؟ بجد يا امها؟ بجد احنا ما شفناش منها حاجة وحشة، والبت كانت تحت رجليك. اي حاجه كنت بتعوزها كانت بتعملها لك على طول. الله يرحمها، راحت للي خلقها. ماما فين؟ حبيبتي ماما مسافره. تعالي تعالي انا هحكي لك حدوته حلوه قوي. انا بعرف احكي حوادثي يعني.